اهلا يا ماما، اهلا يا ماما، انا ارتقى قلب ماما. اهلا يا ماما، اهلا يا ماما، انا ارتقى قلب ماما. اهلا يا ماما، حمدا على السلامة. اهلا يا ماما، اهلا يا ماما، انا ارتقى قلب ماما. اهلا يا ماما، انا ارتقى قلب ماما. اهلا يا ماما، حمدا على السلامة. اهلا يا ماما، تعال نلعب نرسم ونكتب، نثري الحياة كلما كنا نجري. تعال نمرح نمضي ونسرح، لننطلق بلا تردد لننجح. تعال بادر وكن مغامر، سمحا كريما طيبا فأنت شاطر. تعال واقفز دوما تميز، كن واثقا كن ما تريده لتنجز. أهلا يا ماما، أهلا يا ماما، أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما، أهلا يا ماما، أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما، حمدا على السلامة. أهلا يا ماما، أهلا يا ماما، ماما، أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما، أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما، حمدا على السلامة. أهلا يا ماما، قلب ماما، انا ارتقى قلب ماما. سلام البنات، واش راكم؟ واش راه تكونوا كما بغيت؟ وحشتكم، شحاني فرحانه 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 اللي جا اليوم ودرت هذا الفيديو. يعني سبحان الله، المراه كي تكون حامل يتوها افكار ماشي ملاح، تولي تقول يا درا نسلك ما نسلكش كيفاش. الحمد لله يا ربي. اليوم حبيت نقول لكم باللي بزاف منكم على بالهم باللي الحمد لله يا ربي زيت، وكاين اللي ما على بالهمش. نقول لكم باللي الحمد لله فضل ربي سبحانه سلكت على خير والعقوبة كل وحدة إن شاء الله. ربي يعمر إن شاء الله حجرها، وربي يرزق كل محروم، واللي مازال ما تزوجوش إن شاء الله ربي يعطيكم برنوس ستر. الفيديو تاع اليوم راح تكون فيديو بزاف شابة. راح نقول لكم باللي راح من بعد نشارككم كل حاجة، دونك راني عند الوعد تاعي. الفيديو هذه ما راهيش متأخرة ولا يعني ما عندهاش ما با يومين هذا الفيديو يا البنات، يعني حصرية. هنا كيما راكم تشوفوا راح نشارككم جنس الجنين بيان سور، تبعوا للاخر، وراح نشارككم العشاء اللي درناه لسلاك الراس. دونك ماما ربي يحفظها اللي دارت عليا. معروف كيما نقولوا حنايا نديروا العشاء هكا تاع ماشي تاع العقيقه ولا البنات، هذا كيما نقولوا تاع سلاك الراس. نديروه دونك نلموا فيه العائله المقربين. فوالا هذه هي. هنا كانت تفور في الطعام كيما قلت لكم، من جهه كانوا نقاو الكابويا، من جهه كانت مخلطه الحاله، كانت فريمون مخلطه الحاله. ودي تحقق لكم يا ربي خير. هنا بالك راكم تشوفوا في هاد تشوفونه هادو، تقولوا هادو ما شفناهمش في كوزين شي تاع من قبل. وي البنات، هادو كانوا لحقوني من عند لا كازا داجيري، هاد التلت جفنات هادو. كاين اللي يقولوا تشفن، كاين اللي يقولوا كصعيه. البنات كي نقول لكم راح ما شوفوا يحمروا الوجه، سيرتو في المناسبات. اونفان نتوما تقدروا ديروا فيهم واش حبيتوا، كيما نقولوا تخلطوا فيهم الحلوه تاعكم، تقدروا تحطوا فيهم هكا البربوشه طعام، كيما نقولوا الشخشوخه شخاشك شخاشخ. هذه هي من جهه واخده اخرى كانوا حاطين حطه من تم للطعام ولا البربوشه تفور، ومن هيه كانت حاطه الخضره ثاني طيب وحدها. وهنا هاي ليك ماما، ربي يحفظها، راهي شويه هنا شويه لهيه شويه هنا شويه لهيه. كانت تدوزن في المرقه، هنا راح تدوزن المرقه. وكل واحد وكيفاش الوصفه تاعو. دوك تشوفوا في الاخر كيفاش جا، ما كاش لي ما سقساهاش عليه يا البنات، ما كاش عجبهم بزاف بزاف. او ايه راكم تسمعوا، راكم تسمعوا عندنا ضياف. ماشي ضياف دوكا، خلاص مالي الدار. عاملك شوفوا تشفن شحال شابين. هنا نسيت نصور لكم، جبت سيغي تاع 3 البنات ورفدت لي ما شاء الله. شوفوا بلي هاد لي 3 ديجا كانوا كفاو، الاخرى هذيك الكبيره كامل ما سحقيناهاش من بعداتك، يعني غير هادو كفاوني وسربيت فيهم. يعني ما شاء الله فيها هذه الكبيره كامل تاع وليمه كبيره ايتو، وفيها لا موين وفيها صغيره، يعني على حساب نتوما واش راكم حابين.
بالنسبة للتوصيل، البنات توصيل مجاني، السعر تاعهم 990 ألف باطل. أنا كنت حنشري يعني قبل ما نولد ديتو، كنت حابة نشري من الكبيرة للصغيرة كامل. الصغيرة برك راهي دير 140 ألف 150 ألف، ولي مالفين بيهم يشريوهم ميتو عم يعرفوا بلي كلامي صحيح. دونك ايماجيني لا سيري تاع 3 دير 990 ألف وتوصيل مجاني. انا نشوف بلي هادو عفايس اللي لازم يكونوا في كوزينتنا، باسكو كي تخلطي فيها الحلوى، يعني فيها بزاف عفايس، تخلطي فيها الحلوى، ديري فيها كيما شتو تبريزونتي فيها الماكله تاعك، بربوشه ولا شخشوخه، عندها استعمالات وبالطبع والشان، ولا كاليتي تاعهم هايله تاع الفيتنام يا البنات. دونك لي راهي مهتمه نخلي لكم رقم الهاتف تاعهم او يخرج لكم هنايا في الشاشه لتحت، ولا تلقاوه في صندوق الوصف ولا التعليق المثبت كيما مالفين يا البنات. فوالا. من جهه واحده اخرى كانوا يديروا كانت تدير ماما في المرقه تاع الطعام، كانوا كاينين خياتي، جاو خالاتي، يعني كامل الحق تاع ربي، وقفوا لي ربي يحفظهم ان شاء الله. الحاجه المليحه سيك ماما كانت اورغانيزات كلش، يعني كانت رتبت لي كلش من قبل ما تجيني، من قبل ما ننفس كانت رتبت لي كلش كلش. دونك كان كلش بيان اورغانيزي هكا باش ما تتخلطوش، ما تتبانيكاوش، طيبوا شويه على البكري. وهنايا جابوا لي الفطور تاعي البنات، جابوا لي كبيده كيما كنتو تشوفوا، وجابوا لي لا سوب دارتها لي خالتي ربي يحفظها. وهذه هي، هذا هو كان فطوري، قعدت نفطر انايا ديجا نط صورت على جالكم. وهنا جا الوقت اللي نقول لكم واش هو جنس الجنين بعد مده طويله وانتم صابرين. ربي يحفظكم وربي يرزق كل وحده ان شاء الله. البنات بسم الله ما شاء الله، ربي يرزقني بتوأم بنات ان شاء الله، العقوبه لكم كامل كامل يا البنات، سي بون وليت ام البنات. ان شاء الله ربي يرزقكم. حبيت نقول لكم بلي دعيت لكم، دعيت لكم من قلبي، وربي عالم في الطابله وانا في الطابله هذيك، غير دعيت لكم وحده وحده، وان شاء الله ربي يتقبل، قولوا امين. وربي ينعم على كل وحده بالذريه صالحه، اجل غير اجل ان شاء الله يا ربي. ربي ينعم عليكم وحده وحده، ربي يعطي ان شاء الله برنوس ستر لكل وحده، واللي راهي حاجه في قلبها ان شاء الله ربي يناولها لها. نحبكم 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 بالبزاف، باسكو كنتو معايا يا البنات في كل الفترات تاعي من يامات تخصو تاعي، وراني فرحان لليوم راهي كبرت العائله تاعنا. ان شاء الله ربي يكمل لي ويكمل لكم ويرزقني ويرزقكم ان شاء الله. كل ما راكم متمنيين وكل حاجه راهي في قلبكم. نوعدكم باش نشارككم فلوق تاع الولاده تاعي، قبل الولاده تاعي، يعني حبيت نحط لكم جوست ما شتوحي ريحت شويه، حبيت نحط لكم الفيديو هذه اللي كنت عندي شحال وانا وعدتكم بها. وراهم جايين بزاف فيديوهات بخصوص الولاده تاعي، نرد على كامل تساؤلاتكم، دونك ما تخموش كامل كامل. ودوكا نكملوا الفلوغ تاعنا. كيما قلت لكم كنا درنا البربوشه هاي ليك هنايا، كانت بريسك بقات لها تفويره واحده برك. هاي ليك هنا راهي اختي تصور لكم، صورت لكم شويه مقاطع لان انا ما كنتش نقدر نوض بزاف، ولا يعني نطيار بها ديك الخطره ولا زوج بالسيف. فوالا جا غير في خاطركم تاع دايرتكم في بالي لازم نصور لكم لازم الاخر. فوالا العشاء درتو في دار ماني، هاولي كيما راكم تشوفوا هذا العشاء تاع الرجال، هذه الجهه كيما نقولوا تاع الرجال، وهنايا في داري كيما راكم تشوفوا كنا درنا هذه الطابله للنساء. وهاوليك الطعام تاع ماما كيفاش جا، يعني جا بهمة وشان، جا بالطبع والشان، يعني ما شاء الله يعطيها الف صحة، يسلم ايدياتها كما يقولوا. عجبهم عجبهم ما تيماجيني واش قالوا لها، فيه واحد الحلاوة، عطينا لا غوسيت، دارت به سكسي كبير كبير كبير. دايوغ ماما معروفة بهاد بالطعام وطيابي. وهنا كيما كنتو تشوفوا الاجواء تاع الكوزينه تاع العراس تاع المناسبات. ربي يحفظهم خالاتي، ربي يحفظ بنت خالتي تاني خلوده اللي تاني وقفت لي. هذيك هي كيما شفتوا كانوا تما بريس كامل، ما بقاش يكملوا يعشيو. وهنايا كانوا داروا سهره خفيفه برك هكا مع كامل اللي كانوا حاضرين لي، داروا شويه لاتاي شويه تاع كاوكاو وزوج نوع تاع كاطو. فوالا كان نفس الشيء في الرجال، يعني الرجال ما كاش كيفاش كل يصور لي ولا مي، هذه هي يعني نفس الشيء. واش كان هنا كان عند الرجال وقعدوا هما قصروا استغلوا قعدتهم. الله الله مي انا ما كنتش نقدر نقعد، يعني كنت فلاش عمق تاعي.
وهذه هي نتمنى لا فيديو كانت عجبتكم، نتمنى ان شاء الله يا ربي ربي يرزق كل واحدة فيكم بالذرية الصالحة. كما قلت لكم انا دعيت لكم، وان شاء الله عسى ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتقبل مني. تفكرتكم يا البنات، ما تقولوش ما تفكرتيناش، تفكرتكم عباكم. كي تفكرتكم جاتني غراف بيزار، باسكو انا كنت على بالي جو على شاك فوا كنت نقول ان شاء الله يا ربي تعطيني كيما نقولوا لا فورس باش نتفكر. جميع واحد قال لي دعي لي باسكو هذه امانه. بصح كنت توجور نقول زعما نقدر نتفكر في هذيك دقيقه مع هذاك السطر مع هذيك لا بانيك مع كلش، مي سبحان الله راح تتفكروا يعني في هذيك دقيقه راح تتفكري. جميع واحد يجي بين عينيك قال لك دعي لي، وهذاك هو الشيء اللي صرا. وهنايا حبيت نوريكم باك شوفوا هاد اللبسات هادو كتكوتات واش راني حابه نشارككم، واش راني حابه نشارككم عندهم ماهم جايين كل فيديو. هذا ما كان يا البنات، انا ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، تهلاو في روحتكم، نتلاقاو فيديو جديده ان شاء الله. سلام.